لم تكن جريمة البسطة فريدة من نوعها من حيث الشكل، فهي أعادت إلى الواجهة سلسلة جرائم أخرى تذكر بوالدة قتلت أولادها بالسم ثم قتلت نفسها في بحر صاف، وبرجل قتل 6 أشخاص من أقاربه في الخريبة، وغيرها من الجرائم الجماعية والعائلية. أما الرابط بينها على الأرجح فهو أن الجنات جميعا مرضى نفسيون يعانون من مرض يعرف بالبسيكوز أو الذهان. يعني هيدا الشخص لما عم بيكون عم بيرتكب الجريمة عم بيرتكبها بطريقة لا واعية، واللي سببت له اللي الدافع اللي دفعه يرتكب هالجريمة هو أكيد هلوساته أو صوت داخلي بيكون عنده إياه، بصير هو مرتبط بهيدا الصوت. هيدي الشخصية بتعاني كمان من تجزؤات، يعني الشخص ما بيقدر يشوف حاله واحد، بيشوف حاله أجزاء وبيعمل انعكاسات لذاته بحواليه بعائلته، بصير يشوفهم مثل جزء منه. يعني هو لما بيرتكب جريمته بيكون عم بيقتل اجزاء من ذاته، وبالاخر منلاقيه انه قتل ذاته. للذهان عوارض تنبه الى اضطرابات نفسيه معينه، اذا ما عولجت سيساهم الامر في تفادي الأسوأ. هلا هيدا المرض بيكون مثل مرض كامن عند الشخص، وبصير في مثل حادثه تخلي هالمرض يظهر. تفسر أكثر، هذا المرض موجود وحادثة بتجي وبتخلي هالشخص بده يطلعوا دفاعاته. ممكن يلاحظوا أنه كان هالإنسان عم بيعيش حياة طبيعية وفجأة صار منعزل اجتماعيا، صار حديثه مرتبط بأشياء غريبة فيها هالوسائل بعيدة عن الواقع. كمان ما منشوف ترابط بالأفكار بالنسبة كمان لنظافته الشخصية، كمان بيهمل حاله. إذن هذه كلها عوارض يجب التنبه لها، طالما أن الأمراض النفسية تكاد أن تكون سببا أساسا في ارتكاب ما يمكن تسميته بالجرم الجماعي والعائلي.